بعد ما 8 سنين ايه اللي حصل بقى؟ ما هو هنا النقطة، وهنا عايزين نبدأ كلامنا خلال الفترة دي. هل قبل ما تروح او قبل ما نروح للفترة دي، عايز اعرف انت الفترة دي كان هناك رحت منتخب، رحت حاجة مع كابتن ربيع ياسين اعتقد؟ هو انا بدايتي يا كابتن ما كانتش فريق اول على طول. كان في كنت بلعب في الناشئين مع كابتن احمد فكري صغير. ساعتها كان عندنا يعني هو تقريبا 90 دقيقة فصلت في حياتي، كنا بنلعب قصاد الاهلي في استاد اسماعيليه ناشئين. كنا ال 18 سنه تحت 17 سنه اسماعيلي بيلعب الاهلي بالظبط. كان ماتش تقريبا اسماعيليه كلها كانت بتتفرج عليه، لان ماتش اهلي واسماعيلي في اسماعيليه في استاد الاسماعيلي، فدي حاجه بالنسبه للجمهور هناك حاجه كبيره جدا طبعا. فالحمد لله عملت ماتش كويس جدا، يمكن كان من احسن ماتشاتي. بتلعب ايه بقى في الموسم؟ كنت بلعب ليبرو. ليبرو ثلاثة يعني في الطريقه العاديه اللي هي الثلاثه بالظبط. الحمد لله قدمت ماتش كويس جدا. الماتش ده كابتن خلى محمود متولي اللي بيلعب في الناشئين بقاله كان حوالي 7-8 سنين بقى بيلعب منتخب شباب، وبقى بيتمرن مع الفريق الاول وعنده فرصه ان هو يلعب مع الفريق الاول. 90 دقيقه دول حقيقي فعمرك ما هتنساه. النادي الاهلي طرف في كل حاجه. طيب